كابتن محمود، حضرتك ذكرت ان في يمكن اخطاء ممكن مع الوقت يتم فعلا علاجها او تصحيح وضعها، لكن النهارده حتى خط الدفاع كان بيعاني من يعني مشكلات او ازمات خارجه عن ارادته. الاصابات، الغيابات كانت في خط الدفاع تحديدا بشكل كبير، ويمكن ده اللي اثر على يمكن فرقتنا شوية، لكن ما أثرش على مستوى النتائج، يعني بدليل أن احنا النهاردة يوم السبت هنلعب مع طلائع الجيش والمنافسة المحلية محسومة أو حسمت يعني. فأنت النهاردة كان عندك مشاكل بس كانت كلها خارجة عن إرادتك تقريبا يعني. هو طبعا المفروض يعني الفرق الكبيره حتى لو في غيابات اعتقد المفروض البدلاء دول يكون في مستوى متقارب، دايما يبقى في تنافس. يعني حتى ما بنيجي نعمل الفرق الكبيره بتيجي تكون فرقه وعندها مشاكل في بعض المراكز بتجيب عناصر بتبقى قريبه من الرجل الاساسي في المركز ده، عشان التنافس ده هو العنصر الاساسي بيرفع المستوى. الاثنين لو في مثلا اثنين في مركز باك رايت مثلا قرب المستوى بينهم من بعض الحقيقه بيرفع من مستوى التنافس وبيخليهم دايما في حاله جيده. في حاله غياب حد اساسي اذا كان هو محسوب اساسي في هذه الفتره والبديل بيجي ليه دور مثلا بيشترك بيأدي تقريبا بنفس المستوى او مستوى متقارب، فدي الحمد لله انا بعتقد يمكن احنا وصلنا لها. المراكز تقريبا متغطيه ببدلاء جيدين الحقيقه، ف يعني حتى لو في حد غاب من الناس الاساسيين بعتقد مش هيبقى في مشكله. خاصه حضرتك بتتكلم على الاثنين، وانا يعني اتنين لازم يكون فيهم التفاهم واضح. حضرتك لعبت في مركز السرد باك، شايف لغه التفاهم والاداء الجيد بالنسبه لايمن اشرف وياسر ابراهيم وصلوا لمرحله التجانس الكامل اللي هم ما عندهمش خلاص مشكله اللي كانوا بيعانوا منها يمكن في الاوائل شويه؟ تمام. بس هي المشكله برضه يا كابتن الاستمراريه، يعني الاستمراريه في هذا الاداء الجيد. مظبوط مظبوط. يعني انت مش هتأدي طبعا لو بتلعب 10 مباريات متتاليه مش هتقضيهم بشكل ممتاز، بس على الاقل يعني نسبه ادائك 80 90% بتبقى بشكل جيد. ودي بترجع بقى للاعب سواء يحافظ على نفسه في التدريب وداخل الملعب وخارج الملعب، كل لاعب عارف ايه اللي هو ايه اللي هيوصله لافضل حاله ليه. فمهم جدا التركيز ومهم الاهتمام، وهدفك حطه قدام عينيك انك تلعب اذا كان انت بتوصل حتى على المستوى المحلي، هدفك بعد كده تلعب على المستوى الدولي وكل الدور في المنتخب مصر. طبعا طبعا الطموح هو طبعا بيجي بالتدرج، ولازم دايما انت بتسعى تحقق اللي انت ما حققتهوش يعني. ودايما اللعيب اللي بيستمر فترات طويله دايما اللي هو بيدي نفسه دايما درجه اقل من مستوى، يعني هو اللي بيدي 8 من 10 هو بينه، يعني بيجي يقيم نفسه تقييم ذاتي يدي نفسه مثلا 6 من 10 5 من 10 عشان دايما يحافظ على المستوى ده. دايما اللعيب الكويس اللي هو اداؤه قد لو في ثناء عليه من الجهاز الفني او من الجماهير، يا كابتن هاني انت عملت ماتش كويس، وانت اكيد مريت بالتجربه دي طبعا سواء هنا او في الاحتراف. انت مع نفسك ممكن حد يقول لك انت كويس بس انت مش مقتنع، انت احساسك عندي افضل دايما، عندي احساس ان انا لازم ادي افضل ولازم تمرين يبقى اكتر. بالظبط. وطموحك اعلى من كده وانا مش عاجبني ادائي كده. لازم اللعيب، وفي لعيب بيبدي دايما يدي نفسه درجه اعلى من الاداء اللي هو ادى بيه، وده ما اعتقدش انه هيستمر. فدي نقطه مهمه جدا، كل اللعيبه الكبار اللي كملوا سنين طويله باداء بشكل جيد على المستوى المحلي والدولي في فرقهم الحقيقه هو كان بيبقى يعني شخصيته كده دايما يدي نفسه درجة أقل عشان دايما يسعى أنه يكون في أفضل حال.